السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بون هذه جولف سيري سيت. بون فيها بروبليم تاع الرسول يشعل مع تشيك. المهم الشيك ما يهمناش، الشيك خاطر بزاف حوايج يشعلوه. عندنا هنا يا سوباب دو ريسيكلاج دي غاز كوبير، هذه من لافانوجيير. الرسول يشعل من واش؟ الرسول يشعل من هذه بي زيرو 45 كذا تيربو كومبريسور ريغولاسيون دو بريسيون دو سير اليمونتاسيون. مشكل هراو اكتيف. وعندنا هذا البي زيرو بي دبل زيرو 47 هذا حتى هو تابع للديفو هذا اللي هو تيربو كومبريسور ريغولاسيون دو بريسيون دو سير اليمونتاسيون. كيف كيف هذا باسيف وهذا اللي هنا اكتيف. هنا اللي اكتيف هو يقول كيليكتريك كوبير. المهم كي شفنا فيريفينا لقينا لو لافيش او الالكتروفان اللي درنا المشكل. لافيش تاعو هنايا كوبيا من قبل وهم دايره. كي حليت لقيت له الخيط هذا، لقيته كان مسودي ولا واش وتقطع. نكرقلوه ان شاء الله ونشوفو. بون لقيت له الفيشه هذه، كان من اللي كانت عنده. شوفوا تاعو كيف نديرو لها كيف خدموها. نوريكم هنا الخيط ركبتو، كان بلاصيو هنا لهنا. عليكم خدمة كيفاه، ما فيش كيفاه ولات. ولات كيما الدوريجين. نسيوها هنا. اي بون. هذا هو الفيديو، ان شاء الله استفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.